كريم سيد عمار خلدون يقول أنه خيار الرئيس كان متوقعا وكذلك هو موفق. بداية تعليقكم على هذا الكلام. شكرا. هو في الحقيقه بالنسبه يعني الموضوع لا يطرح بالنسبه لرئيس هذه الهيئه او حتى الاعضاء المشكلين لها، وانما النقاش يدور حول صلاحيات هذه الهيئه ومدى قدرتها على ضمان شفافيه للعمليه الانتخابيه برمتها ابتداء من القائمه الانتخابيه مرورا الى استعمال امكانيات الدوله واستعمال المال العام وتوظيفه في الانتخابات. ودوك تشوفي الان سترين في الانتخابات المقبله وزراء في مناصبهم يترشحون مثلا او ينزلوا ويديروا الحمله الانتخابيه وهم بالامكانيات نتاع السلطه بسيارات السلطه وبالحرس وغير ذلك والامكانيات الاخرى التي ستستعمل وتستعمل امكانيات الشركات والمؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه. وهل تستطيع هذه الهيئه مثلا ان توقف الحزب الفلاني او الحزب العلاني وتقول له باللي راك تستعمل في امكانيات الدوله وتقول له باللي مثلا راك تستعمل في السيارات تاع الدوله وغير ذلك. هذا هو المشكل. الان التزوير مثلا اسمحي لي التزوير الان لا يقتصر على اننا نعمر الصنادق، لا التزوير الان اكتشى اساليب اخرى اساليب تقنيه اخرى ومن بينها قضيه ادخال التعديلات في النتائج. نعم. طيب سيد خبابة، ربما نتحدث عن آلية مراقبة الانتخابات وننتقدها ونتحدث أيضا عن التزوير، لكن بالمقابل المعارضة تعلن عن مشاركتها. هذه مفارقة على كل حال وشيء على كل حال غير مفهوم وغير واضح بالنسبة للمواطن. كيف لأحزاب أنها تدعي وأنها الانتخابات السابقة كانت مزورة وأنها تشكك في العمل الانتخابية ثم تأتي وتشارك؟ نعم أنا أشاطر هذا الرأي وهذه مفارقة. وعلى الأحزاب هذه المرشحة التي تريد المشاركة وفي نفس الوقت تتحدث عن تزوير أن توضح أمام الرأي العام الوطني كيف هذه المقاربة لازم تشرحها للناس. كيف توضح كيف وهي المتهمة اليوم بأنها تلعب على الحبلين سيد خبابة؟ نعم. كيف توضح وهي المتهمة أصلا بأنها تلعب على الحبلين على اعتبار أنها تنتقد كل هيئات الدولة وكل هيئات التي تشرف على مراقبة الانتخابات وفي النهاية تعلن عن مشاركتها يعني؟ طبعا هذه الأحزاب لازم توضح، لازم تفهم المواطن كيف هذه الازدواجيه. هذه ما الان اصبحت غير مقبوله، وانا متاكد وأن المره الجايه في الانتخابات الاحزاب التي تشارك في الانتخابات فاعتقادي وانها ليس من حقها ان تتحدث عن التزوير على الاطلاق. لماذا؟ لانها ما دام انها الان تشكك وتعلم بان العمليه الانتخابيه هي ربما ستكون غير نزيهه وغير كذا للاسباب التي ذكرت ولاسباب اخرى، فلا يحق لها بعد اعلان النتائج ان تقول باللي هناك تزوير الا اذا كان جبت ادله دامغه، ادله ماديه. اما الكلام العام الكلام الفضفاض المطاط فاصبح ممجوج ومرفوض وغير مقبول. ربما هل توافقني الراي بانه الصراع بين المعارضه والسلطه وربما خيار المعارضه في المشاركه في الانتخابات ينبع ربما عن رغبه في لدى القياده السياسيه للمعارضه في الحصول على مكاسب ومقاعد؟ ما في ذلك شك. انا قلت باللي الكرسي في قبه جيرغود يوسف يشيل اللعاب ويغري على حساب المبادئ. نعم على حساب المبادئ ربما. هذه والله حساب المبادئ والله هي الاحزاب السياسيه من الاصل انها تذهب الى المشاركه في الانتخابات وتشارك في الانتخابات لتطبيق برنامجها، ولكن الامر الان اللي اصبح غير مقبول هو انه هذه الاحزاب اما انها تندمج في العمليه وتصبح معارضه نتاع السلطه وتقبل بالشيء اللي راه موجود، واما انها لا تشارك. اما وانه رجل في المشاركه رجل في 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 التنديد بالتزوير فهذا اصبح غير مقبول وغير مفهوم عند المواطن، وبالعكس سينعكس على الصوره الكاريكاتيريه لهذه الاحزاب. اشكرك جزيل الشكر سيد عمار خبابة، ناشط سياسي وحقوقي، على كل هذه